السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى النهاردة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكد له على ضرورة أن يكون في قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية عشان نظبط الأداء الأمني في الشارع المصري ونضمن محاسبة كل اللي يتجاوز في حق المواطنين بدون وجه حق. طالب بعرض القوانين دي على مجلس النواب في خلال 15 يوم من النهاردة. البعض بيتوقع ان التشريعات الجديدة دي بتشمل مساواة الأمناء والأفراد بالضباط فيما يخص ضرورة إجراء حركة لأمناء الشرطة سنويا على مرتين أغسطس ويناير، وإلغاء نظام التوطين لمحل إقامة الأمناء، واستطلاع رأي الأمن والتحريات في طالبي الالتحاق، مع استبعاد المعروفين بسوء السبعة، إعادة تطبيق قانون المحاكمات العسكرية المعطل من 2012 واستبدل به المحاكمات التأديبية، إن العزل من الوظيفة يكون وجوبي مش جوازي في حالات الجرائم والمخالفات، وعدم الاحتفاظ بالسلاح في وقت الراحة إلا للضباط. حسن شندي المتحدث باسم النادي العام لأفراد الشرطة في بيان أكد رفض النادي لأي تجاوزات أو خروج على النص من جانب أي فرد شرطة، لأنها بتسيء ليهم جميعا وبتساهم في تشويه صورتهم وبتدي الفرصة للوقيعة بين الشعب والشرطة، وأنهم مش هيسمحوا بالكلام ده. البيان وصف شعور أغلب أفراد الشرطة الشرفاء بالإحباط والاستياء بسبب بعض التجاوزات الصادرة عن قلة لا تعي واجبها أو الرسالة اللي بتؤديها. حسن شندي المتحدث باسم افراد هيئه الشرطه وعضو مجلس اداره النادي قال لزميلنا عادل عبد اللطيف يا ريت تخلي اسامه كمال يطالب بتفعيل دور طابور الدرس الاسبوعي يوم الثلاث وكسر الروتين الثابت وجعله طابور ايجابي، وادينا بنطالب بتفعيل طابور الدرس الاسبوعي لو كان هيفيد في ضبط الاداء الامني. حسب المعلومات اللي وصلتني تم احاله 245 فرد شرطة للاحتياط، 2000 محالين لمجالس تأديبية بسبب الانضباط، 86 خدوا إنهاء خدمة، والمعلومات بتقول عدد الأمناء 115,000، الدرجة الأولى 130,000، والخفراء 100,000، المندوبين 3,000، والإجمالي 350,000. تعالوا نحاول نتعرف على إيه هي التشريعات الجديدة أو التعديلات اللي مطلوب عشان يعود الانضباط مرة أخرى إلى الأمن في الشارع. برحب بالدكتور محمود كوبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك يا فندم. وبرحب بسيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أهلا بحضرتك يا فندم. هينضم لينا بعد قليل سيادة اللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة السابق، بس خليني أبتدي على طول دكتور محمود بالنسبة لما هو منتظر من تشريعات، في رأي حضرتك التشريعات هتصدر عن وزير الداخلية؟ هذه التعديلات هيقدمها للحكومة والحكومة تقدمها للبرلمان، ولا الموضوع هيمشي ازاي؟ شوف أستاذ أسامة، علشان أكون واضح وصريح يعني في هذه المسائل، القضية بالأساس ليست قضية شرطة بصفة خاصة وليست قضية تشريعات. احنا مشكلتنا دايما حينما نواجه بمشكلة معينة ايا كان في اي قطاع من قطاعات المجتمع بنلجأ الى التشريع. كم من التشريعات لدينا لو طبقت فيش مشكلة اطلاقا يعني، بس تطبق يعني تطبق باخلاص وبايمان باهمية التشريعات وبضرورتها، بايمان بضرورتها لمصلحة الوطن. قضية ربما يمكن التشريع الوحيد اللي عايز تفعيل اعتقد انه لم يلغى، اللي هو قانون المحاكمات العسكرية الخاصة ب لا هو اتلغى في 2012 هو عطل يمكن ممكن لكن يكون عطل لكن خلاص بقت محاكمات تأديبية، مش عارف سيادة العميد اللي تعرف هو ألغي تماما يعني دخل تعديلات على قانون هيئة الشرطة تلغي المحاكمات العسكرية، فهو ده يمكن محتاج انه يرجع. بس انا عايز اوضح القصة ان احنا التشريعات العادية والاجراءات العادية الجنائية في مواجهة بعض التجاوزات اللي انا برضو بأؤكد على انها تظل تجاوزات محدودة، يعني لما تقارنها بالوضع ككل تجاوزات هنا وهناك يعني مش في الشرطة بس، تجاوزات اللي موجودة يمكن مواجهتها طبعا بتمس
احساس كبير جدا بالجهاز او القطاع الذي تمارس فيه هذه التجاوزات. تأكيد يعني الدم الذي يبذل يوميا من رجال الشرطة، الجهد الذي يبذل بشكل مستمر يوميا في سقوط الضحايا من أفراد الشرطة اللي بيدافعوا عن هذا الوطن. بس يأتي بعض، برضو أجي في الجانب المقابل، بعض المستهترين، بعض غير المسؤولين، وإن كانوا محدودين في عددهم إلا أنهم يسيئوا إلى دماء الشرفاء وإلى دماء المخلصين من أبناء هذا القطاع من أبناء الشرطة، ويسيئوا إلى الجهاز ككل. بتشوف حضرتك اللي بيعقب مثل هذه التصرفات الفردية من هتافات لا يوجه إلى الأشخاص بعينهم الذين ارتكبوا مخالفة معينة أو استهتروا في أدائهم لمهامهم، لكن بيوجه إلى الجهاز ككل. ودي مسألة مخيفة على فكرة، يعني أثرها ما هوش بسيط. ما إذا كان هذا الأثر مش بسيط، إحنا النهاردة عندنا لما بيطلع تصرف زي ما قال الدكتور محمود، بيطلع تصرف من فرد، بيوجه الاتهام إلى الداخلية بالكامل. العلاقة بقت ما بين الناس والداخلية عادت مرة أخرى إنها علاقة اللي بيسموها بالإنجليزي love to hate you، أنا عايز أفضل أكرهك، أنا عايز دايما أطلع وطلع غلي فيك أنت أول ما يكون في واحد موجود من الداخلية. شايفين حضرتك متابع أكيد على الفيسبوك الناس اللي هو حاتم مش عارف إيه بتاعت فيلم هي فوضى بتاع خالد يوسف، اللي ملوش خير في حاتم مش عارف إيه. فالنهاردة ده إشارة إن الناس بتقول الداخلية عادت صورتها في ذهن الكثيرين بهذا الشكل الذي كانت عليه قبل 2011. ليه؟ علشان بشفافية وبصدق، عشان احنا مش في لحظة غير يعني لازم نتصارح، لازم نتكلم يعني بأقصر الطرق للحقيقة. محدش داخل الجهاز الحقيقة اشتغل على الجزئية اللي حضرتك بتقول، محدش اشتغل جوه الجهاز على تربية مساحة الثقة ودعمها ما بين جهاز الشرطة وما بين المواطن. هذه المساحة كانت في أوج صعودها في فترة ثورة 30 يونيو 2013، وما بعدها، وكان دماء الشهداء من أبناء هذا الجهاز كان قربان لهذه العلاقة الجيدة والمتطورة، واللي هي كانت صححت أوضاع كتير جدا جدا شبه كثير من التناقضات من أول يناير 2011 لغاية لما وصلنا إلى ثورة يونيو. لأن الأمر ترك للدفع الذاتي، محدش اشتغل على مسألة الوصول للمواطن أو إلى ثقة المواطن بأعمال فعلية وحقيقية تغذي هذه الثقة وتغذي المساحة ديت. من الطبيعي أن يدخل كتير جدا من العناصر وكتير جدا من راكبي الأمواج وكتير جدا من اللي يهمهم إن هم يستهدفوا الصواميل اللي حضرتك أشرت إليها في مقدمتك المميزة، وهي صواميل الوطن. كتير جدا عايزين يفكوا هذه الصواميل، وهنبقى سذج لو مش شايفين هؤلاء أو لو افترضنا عدم وجودهم. الحقيقة ده يبقى استخفاف بالمشهد. فاللي ما يشتغلش احنا بنديهم، يعني بنديهم الوقود اللي بيشعلوا بيه النار. بالظبط، ما هو يعني زي ما بقول لحضرتك، اما انا كجهاز وزاره الداخليه يعني انشغل باموري العاديه واليوميه عن مهمه رئيسيه وهي وصول الشعور بالامن. الامن شعور في يعني في تعريفه الاكاديمي، واحنا ذكرناه ودرسناه من اول لحظاتنا في القطاع الامني، ان الامن شعور. لو ما اشتغلتش على الشعور ده علشان اربيه وانميه واجعل الجسور مفتوحه ما بيني وما بين المواطن، خلاص الجسر اتكسر والجسر وقع، واصبح الداخليه ترجع تاني شماعه لكل الاحتقانات الممكنه بالحق وبالباطل، وهي في جزء منها كتير بالحق، مش ما بنستخف بس يعني في جزء تاني كتير بالباطن، وفي بالظبط كده حاضر ده. فعلى الاقل اشتغل على ان ما يبقاش في تحميل للمشهد بما هو ليس فيه. ان احنا النهارده نكون قدام خطوه سياسيه متطوره ومتقدمه جدا، ان رئيس الجمهوريه بشخصه وبمنصبه يجتمع بالسيد وزير الداخليه ويطالبوا ببعض الملحوظات حول الاداء الامني. الحقيقه دي اول مره نشاهد مثل هذا اللقاء بهذا القدر من المستوى. يبقى هنا محتاجين نبقى عندنا وقفه نظام، نقطه نظام بيضعها راس النظام حول شكل عام وصوره عامه
غير مريحة لكل الأطراف. اللي أنا قصدته بمسألة إن أنا أشتغل على مساحة الثقة إن أنا أعظم من خدمات وزارة الداخلية إلى المواطن، إني ما أرجعش تاني إلى الشغل النمطي والمهام النمطية اللي هو المواطن ما شافش منظومة واحدة من منظومات وزارة الداخلية، وهي بلاء. يعني إحنا طبعا بنقول يا ريت تطور نفسها، بس حتى تبتكر آلية جديدة يراها المواطن فيقول الداخلية عايزة توصل لي خدمة جيدة، من أول المرور لاسم الشرطة للبطاقة لآليات جديدة يشعر المواطن إن الجهاز بيوليها اهتمامه. ده مجال محتاجين نتكلم فيه، لكن عندي رسالة من محمد صباه بتقول يا ريت تقرأ كل كلمة. بعد ثورة يناير لم يكن في شرطة أثناء هذه الفترة بسبب الدمار الذي لحق بأقسام الشرطة والسجون، ونعلم مدى المؤامرة التي كانت على الشرطة، وبعد فترة تأتي ثورة 30 يونيو وتصحح ما سبق من أخطاء وكوارث، لأن تلك الفترة لولا الجيش المصري وبعض أو أغلبية الشعب المصري العظيم لكانت مصر من أوائل الدول العربية التي سنقول عنها كما نقول عن ليبيا وسوريا والعراق الآن. رسالة للداخلية وبالأخص أمناء الشرطة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هذه حوادث فردية، ولكن تكرار هذه الحوادث خلال فترة قصيرة هو المشكلة، لكن في النهاية لابد أن يخضع الكل القانون والمخطئ يتم عقابه. تكرار الحوادث وراء بعضها شفناها مع الأطباء من أسبوع أو أسبوعين، شايفينها النهاردة فيما حدث، شفنا في النص حادثة التحرش موجودة من برضو أحد أمناء الشرطة، ومش عايز أعمم وأقول أصل أمناء الشرطة، لأن أمناء الشرطة بنلتقي بناس كتير قوي فيهم في الشارع، شرفاء مبتسمين محترمين بيحاولوا يساعدوا. أنا ضد الكلام اللي بتقال إمبراطورية أمناء الشرطة وإمبراطورية الأفراد والكلام ده كله، لأني ما أعتقدش أن في حاجة بتنسحب على الجميع. تكرار هذه الحوادث صدفة؟ بالتأكيد صدفة، يعني لا يمكن يكون في منهج أو الأمور ممنهجة لهذا، وإلا كانت الأمور تبقى في غاية الخطورة. لكن هي زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ أسامة، هي حوادث محدودة، لكن في هذا الجهاز بالذات مع التاريخ اللي في ذهن الناس لفترة ما قبل 25 يناير، ده اللي بيعطي أو بيعظم من أهمية أو انعكاسات هذه الحوادث المحدودة اللي الناس كانت دايما بتتخيل أو بتتخوف أن تعود الشرطة إلى سابق عهدها. الناس بتشوف أنه مفيش تغيير حقيقي حتى في الآليات، زي ما تفضل سيادة العميد، في الآليات الشرطة يا فندم ودورها وما تقدمه من خدمات لا يقدم بهذه الصورة التي تقدم فيها بها في مصر. وحضرتك يمكن سافرت وكل السادة المسؤولين سافروا إلى الخارج وعارفين الشرطة الخدمات اللي هي مسندة إليها لا تقدم بهذه الصورة، أو ليس كل ما يسند إليها في مصر هو مسند إليها في خارج الدولة أو في الدول الأخرى اللي متقدمة. هي مكلفة بأمور أصلا مش من أعمال الشرطة، كثيرة جدا ملهاش علاقة أصلا بوظيفتها الأساسية. هذا أمر. الأمر الثاني والمهم جدا، أنه هذا أمر حقيقي، مبدأ التبرير في ذاته دي مسألة برضو يجب أن نتوقف عندها، يعني لأنه إحنا عندنا الكثير برضو بيبرر هذه الأحداث أو الحوادث الفردية، لازم كل حادثة معينة أو كل واقعة معينة تؤخذ بحقها، يعني في إطارها، وتتخذ في مواجهتها الإجراءات. طب قول لي حاجة عشان أحمي الجهاز نفسه يا فندم. الناس النهاردة كانت طالعة بتقول اعدل يا سيسي. شوف حضرتك رجل قانون، سيادة العميد بتكلم دلوقتي على خطورة إنه رئيس الدولة بنفسه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وفي هذه المسألة بالذات. ما هو المشكلة إن رئيس الدولة بتصب عنده كل هذه المشاكل الفردية، هو اللي بيتحملها في النهاية. في مجتمعنا المصري أي مشكلة صغيرة بتصب عند رئيس الدولة وقد تؤثر في شعبيته، خلينا نكون واضحين في ذلك. فطبيعي انعكاس هذا الأمر إنه لازم هو يستشعر الخطر ويتدخل بنفسه. الحل ما هوش تشريعات، ما هوش تبرير، ما هوش محاولة إفهام الناس. الحل هو سلوك في الواقع وعلى الأرض،
أنا لا يعيبني إطلاقا كجهاز جهاز داخلية أو أي قطاع آخر من المجتمع. على فكرة في قطاعات أخرى لا يتحدث عنها الناس، قطاعات مهمة جدا وفيها خلل وفيها تجاوز والناس بتغلي ومحدش بيتكلم حقيقي، خوفا أو احتراما أو ما إلى ذلك. ليست الداخلية بس، وفيها يعني أخطاء صحيح محدودة، ولكنها بتنعكس وتختمر في وجدان الناس، وفي مرحلة معينة أخشى إن هي ممكن تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. مفيش مانع إنني أواجه بصراحة هذه الأخطاء الفردية حماية للجهاز نفسه وحماية للدولة. برضو عايز أسأل حضرتك، اعدل يا سيسي، الناس عايزة أنه نوع من العدل؟ كل منظومة، ماذا يعني العدل؟ هقول لك يا أستاذ أسامة، احنا عندنا منظومة العدالة، وقليل هم الذين يتحدثون في ذلك. منظومة العدالة ككل بكل الأجهزة التي تمارس محتاجة إعادة نظر، محتاجة إعادة نظر. من يقول غير ذلك لا يبغي المصلحة لهذا البلد. من يقول إنه لا ده دي مؤامرة، وصحيح في مؤامرات في جهات متربصة، لكن زي ما حضرتك تفضلت أنا بقدم ليهم المادة الخام التي يعملون عليها. فأنا عندي منظومة العدالة كلها، وأعتقد أنه في برنامج على الهوى وفي كلام يعني على العامة، أعتقد أنه من الصعب أن نتحدث في كل أمورها، لكن في العموم منظومة العدالة محتاجة إعادة نظر بكل الأجهزة القائمة على العدالة. منظومة العدالة ومنظومة تطبيق وإنفاذ القانون، يعني احنا لابد ان يبقى كل فرد موجود داخل جهاز الشرطة، من اصغر فرد لوزير الداخلية، يبقى عارف انه جزء من منظومة لانفاذ وتطبيق القانون. بالمناسبة هو ايه الطابور بتاعي من الثلاثة اللي بيطالبوا بيه؟ طابور الدرس وطابور التوعية والطابور الثقافي اللي اللوائح الداخلية في وزارة الداخلية بتلزم اي مكان عمل داخل وزارة الداخلية بمعاد ثابت فعلا، وهو صباح يوم الثلاث ساعة كاملة أو ساعة ونصف تقريبا قبل ميعاد بدء العمل، بيحضروا كل العاملين في المكان الموجود، وبيتم فيه المناقشات حوالين الأوضاع السياسية، تقييم الوضع الأمني اللي موجود، نقل المعلومات وشرحها بصورة تفصيلية من القيادة، من قيادة المكان للأفراد اللي موجودين، الاستماع إلى شكاوى وملحوظات الرتب الأصغر، يرفعوا الكلام بتاعهم بشكل موضوعي وبشكل تفصيلي إلى قيادتهم. طابور في منتهى الأهمية ويحقق تواصل. ولماذا تم إلغاءه؟ هو مش ملغى على فكرة على الإطلاق، وهو مكسرين نعمله يعني؟ يعني لا، يعني هو قد يأخذ شكلا روتينيا أكتر منه شكل فعال، لكن بس المتحدث باسم أفراد الشرطة اللي بيقولوا احنا عايزين نفعله، هؤلاء أفراد الشرطة هم من يتغيبوا عن هذا الطابور، لكن القيادات بتاعتهم بتكون موجودة في مكان العمل عشان نكون منصفين. يعني هو بيطالب بالتفعيل، ياريت يقول ده لزملائه قبل ما يطالب ده بوزارة الداخلية، لأن للأسف الشديد الوزارة يعني تقع تحت ضغط شديد جدا جدا من الرأي العام، ولابد ان هم ينتبهوا هذه الشرائح الوظيفية، وأقصد بذلك أمناء الشرطة وما دونهم، إن هم سبب رئيسي لهذه المشكلة، ولو ما قلناش دوت ولو هم ما اعترفوش بدوت بشكل صريح وما سمعوش المواطنين بيتكلموا عن أدائهم، ما بيتكلموش عن تجاوزات قد ما بيتكلموا عن إن هم مش لاقيينهم، مش لاقيين الدور بتاعهم، وإن لقوا الدور بيلاقوا الدور بما لا يرضي الرأي العام. فلابد إن الرسالة دي تكون واصلهم، لأن الحقيقة من أساسيات المشكلة دي كحضرتك بتسأل على التشريعات، إن التعديلات اللي دخلت على قانون الشرطة يعني مش هخجل لما أقول إن هي عمقت مشكلة الأفراد ما بين الوزارة وما بين الأفراد. منظومة الانضباط داخل الوزارة حصل فيها خلل عميق من قبل هذه التعديلات، اللي الحقيقة أنا شايف إن هي كانت تعديلات
اقل ما توصف بيه بان هي تعديلات عشوائيه، هي دخلت علشان تحاول تصحح اوضاعهم الوظيفيه، وده مقبول ومطلوب في كل الشرائح الوظيفيه وليس امناء الشرطه فقط. لكن لو بنتكلم على الوضع العملي والوضع الطبيعي اللي بنقابله في داخل الوزاره، لا عملت ازمات وازمات كبيره جدا جدا. ويمكن ليا اجابه صغيره قبل ما يعني استطرد حضرتك، بتقول اعدل يا سيسي وبتسال ليه المواطن سال ده. انا هوصل الرساله دي لزملائي واشقائي من افراد الشرطه، اقول لهم الناس قالت كده لان من شهور قليله كان الراي العام المصري كله بيتابع الاعتصام اللي كان موجود قدام مديريه امن الشرقيه، واللي شارك فيه افراد الشرطه وكان بقيادات امناء الشرطه، وتم غلق مديريه امن الشرقيه بالجنازير ومنعت القيادات الامنيه من دخول المديريه. المواطن المصري قال جمله ملخصه وصغيره جدا، قال في ناس وفق قانون التظاهر دخلت السجن واتحكم عليها وفق هذا القانون وبتقضي عقوبه سنوات. طب وهذا الامر ألم يكن هو مشهد من مشاهد التظاهر غير القانوني، وهو اعتصام غير قانوني أيضا، وتهديد لحياة المواطنين وتعطيل لحياتهم بصورة مباشرة؟ هنا ظهر قدام الرأي العام خلل ما في مسألة العدل الذي تسأل عنه يا أستاذ أسامة. هنروح لفاصل ونرجع نستكمل هذا الحوار، وهيشاركنا سيادة اللواء الدكتور أحمد زجاد في هذا الحوار، لأننا هنتكلم على جزء مهم جدا وهو إعادة تأهيل وإعادة تدريب، أو التدريب نفسه من غير إعادة، التدريب أصلا شكله عامل إيه والمفروض إن هو ياخد شكل إيه مع تغير كل المعطيات اللي موجودة في المجتمع عما كانت عليه في الماضي. ألقاكم بعد الفاصل.